السلام عليكم. نبدأ السلسلة اللي كنا بدأناها وهي جميع الأدوية الموجودة في الصيدلية. خدنا قبل كده حرف الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F G H. نبدأ على طول إن شاء الله في الفيديو ده في حرف الـ I. نبدأ بأول دواء معانا وهو إبيدروكسيل. في منه تركيزين، إبيدروكسيل 1 جرام وإبيدروكسيل 500. إبيدروكسيل 1 جرام وإبيدروكسيل 500 ده طبعا بيحتوي على المادة الفعالة سيفادروكسيل، وده من الفيرست جينيريشن من السيفالوسبورينز، مجموعة من المضادات الحيوية اسمها السيفالوسبورينز، ديت جيل اول فيرست جينيريشن. دي بتستخدم في عدوى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وعدوى المسالك البولية. الجرعة بتاعتها بالنسبة للكبار قرص كل 12 ساعة، قرص كل 12 ساعة، وبالنسبة للأطفال قرص كل أو كبسولة كل 12 ساعة. إبيدروكسيل 500 وإبيدروكسيل 1 جرام، ده طبعا إنتاج شركة جالاكسو. إبيدروكسيل 1 جرام وإبيدروكسيل 500. بعد كده معانا إيباندروكير. إيباندروكير بيستخدم لعلاج هشاشة العظام، بيتكون مادة الفعالة إيباندرونيك أسيد 150 ملي. ده طبعا زي ما قلنا بيستخدم لعلاج هشاشة العظام. الجرعة بتاعته بتبقى قرص واحد كل شهر، وبيتاخد القرص على معدة فارغة قبل الفطار بنص ساعة. وطبعا ما ينفعش يتاخد مع أدوية أخرى زي مثلا الكالسيوم أو أدوية الحموضة أو الفيتامينات، لازم يكون في فاصل زمني بين الإيباندروكير وأي دواء تاني. وبرضو ممنوع مضغ الأقراص ديت أو مصها، إنما لازم تتبلع على طول، ويستحسن يكون من ماء الصنبور أو ماء الحنفية العادي، متكونش مية معدنية. وجرعته زي ما قلنا قرص كل شهر. إيباندروكير دي شكل العلبة بتاعته، إيباندروكير 150 ملي أقراص. طيب بعد كده معانا إيديباكت. إيديباكت 550 مادته الفعالة ريفاكسيمين، وإيديباكت 200 ملي. إيديباكت 550 وإيديباكت 200 ملي، المادة الفعالة ريفاكسيمين، وده بيستخدم لعلاج الإسهال الناتج عن بعض سلالات البكتيريا زي مثلا الإشريشيا كولاي، وأيضا بيستخدم في علاج أعراض القولون العصبي طبعا تحت إشراف الطبيب المعالج. الجرعة بتاعته برضو بيحددها الطبيب المعالج. لو في حالات الإسهال بيبقى قرص 200 ملي 3 مرات يوميا، في حالات متلازمة القولون العصبي بيبقى قرص 550 3 مرات يوميا، ولكن برضو زي ما بنقول تحت إشراف الطبيب المعالج. بعد كده في إيموديوم أقراص. إيموديوم أقراص من الأدوية اللي هي بتوقف الإسهال بطريقة فعالة جدا. المادة الفعالة بتاعتها اللوبيراميد هيدروكلورايد 2 ملي، طبعا بيتاخد لفوق 12 سنة، ممنوع لأقل من 12 سنة. الجرعة بتاعته في حالات الإسهال الشديد بيبقى قرصين بيتحطوا في الفم، بيدوب بسرعة في الفم، ما يعني مش بلع، أقراص سريعة الذوبان في الفم. وبعد كده ممكن لو حصل اسهال تاني برضو ممكن ناخد قرص او قرصين، المهم ما نزودش عن 6 اقراص خلال 48 ساعة. إيموديوم اقراص من الاقراص الفعالة جدا في علاج الاسهال. بعد كده معانا إيميوران. إيميوران المادة الفعالة بتاعتها أزاسايوبرين 50 ملي. أزاسايوبرين 50 ملي ديت من الادوية اللي هي مثبطة للمناعة، مثبطة للمناعة، بتقلل من عمل الجهاز المناعي في حالات زراعة بعض الأعضاء. إيميوران 50 ملي. بعد كده معانا إن كنت ال اي أو إن كنت ممتد المفعول، مادته الفعالة تولتيرودين 4 ملي. إن كنت
بيستخدم في إن كنت قراص، بيستخدم في علاج نشاط المثانة الزائد وحالات الرغبة الملحة للتبول، والجرعة بتاعته بتبقى قرص مرة واحدة يوميا 4 ملي جرام مرة واحدة يوميا. ولكن طبعا زي ما بنقول دايما برضو الطبيب المعالج هو اللي بيحدد، وممكن بعد كده يقلل الجرعة ل2 ملي إن كنت LA 4 ملي. بعد كده معانا ايرولامين كبسول. ايرولامين كبسولات مكمل غذائي بيتكون من بعض المواد الفعالة زي الحديد والفوليك أسيد وفيتامين B12. مكمل غذائي اكتر الاوقات بيستخدم للحوامل، والجرعة بتاعته بتبقى كبسولة مرة واحدة يوميا. ايرولامين، ايرولامين كبسولات بيتكون من حديد بتركيز 58 ملي، وفوليك أسيد بتركيز 600 مايكرو، وفيتامين B12 بتركيز 2.6 مايكرو. ايرولامين كبسولات. طيب بعد كده معانا ايروفيتا. ايروفيتا برضو مكمل غذائي حديد وفيتامينات، بيستخدم اكتر الاوقات للحوامل، والجرعة بتاعته بتبقى كبسولة او حبة مرة واحدة يوميا. بعد كده عندنا ابياموكس كبسولات، مادته الفعالة اموكسيسيلين 500 ملي. ده طبعا مضاد حيوي انتبيوتك تابع لمجموعة من المضادات الحيوية اسمها البنسيلينز. ده لدواعي استعمال انه بيستخدم في عدوى الاذن وعدوى الانف والحلق نتيجه بعض الميكروبات زي الستريبتوكوكس والستريبتوكوكس نيومونيا والهيموفيلس انفلونزا، وايضا عدوى الجهاز التناسلي البولي بسبب بكتيريا الاشيريشيا كولاي، وايضا بيستخدم في القضاء على بكتيريا الهيليكوباكتر بايلوري والميكروب الحلزوني بيدخل في العلاج مادة الاموكسيسيلين في العلاج الثلاثي مع الكلاريسترومايسين واللانزوبرازول، اللي هو العلاج الثلاثي بتاع الميكروب الحلزوني او الهيليكوباكتر بايلوري. ابياموكس 500 ملي كبسولات انتاج شركة امون، وسعر العلبة دي 10 جنيه. بعد كده معانا ايكاندرا. ايكاندرا 50 ملي، وفي ايكاندرا بلس. ايكاندرا بلس وفي ايكاندرا 50 ملي. الايكاندرا مادته الفعالة فيلدا جليبتين 50 ملي. فيلدا جليبتين 50 ملي طبعا لعلاج السكر من النوع الثاني. فيلدا جليبتين 50 ملي. الايكاندرا بلس نفس الماده الفعاله فيلدا جليبتين 50 ملي ومعاه ميتفورمين 1000 ملي، والجرعه بتاعته طبعا قرص مره واحده يوميا، بيحددها طبعا الطبيب المعالج قرص مره واحده يوميا. بعد كده معانا اميونو فلو كبسولات. اميونو فلو كبسولات ده طبعا من الكبسولات اللي هي بتستخدم لرفع الجهاز المناعي. اميونو فلو كبسولات وايضا لها دور ممتاز جدا في تخفيف اعراض البرد والرشح والتهاب الجهاز التنفسي العلوي واحتقان الحلق، وايضا بيستخدم كمضاد للاكسده. بيتكون من خلاصه الاكنيشيا بتركيز 111 ملي. زي ما قلنا بيتكون من كل كبسولة خلاصة الإكنيشيا وسترات الزنك وفيتامين جيم أو فيتامين سي. من الحاجات المميزة جدا لرفع الجهاز المناعي، والجرعة بتاعتها كبسولة كل 12 ساعة. طيب بعد كده معانا إنليت إير أقراص. المادة الفعالة بتاعتها مونتيليو كاست 10 ملي. انليت اير ده اسم المادة بالعربي، اسم الاسم بالعربي انليت اير. وده طبعا بيستخدم لعلاج الحساسية المزمنة خاصة اللي بتبقى موجودة في الجهاز التنفسي، وايضا الحساسية اللي هي بتبقى موجودة بسبب الجيوب الانفية او الالتهابات الموجودة في الاذن، الحساسية المزمنة يعني بوجه عام. انليت اير والجرعة بتاعته قرص مرة واحدة يوميا قبل النوم.
inlet air. طيب بعد كده معانا ايزو 39. ايزو 39 طبعا في منه تركيزين، العشرة ملي والعشرين ملي، وده بيستخدم في علاج حب الشباب، وطبعا ممنوع اثناء الحمل، وليه تحذيرات كتيرة جدا جدا، كنا عملنا فيديو عليه قبل كده موجود في القناة. يعني لو حابين تتفرجوا على الفيديو ده موجود في القناة. طبعا ليه تحذيرات كتير جدا، ما بيتاخدش كده اي حد عنده مشكلة في حب الشباب ياخده من نفسه، ممنوع طبعا، لازم تحت اشراف الطبيب. ايزو 39 بيستخدم في علاج حب الشباب الشديد جدا اللي هو ما بيستجيبش لاي علاجات اخرى. طيب بعد كده في ايتوبرايد، ايتوبرايد 50 ملي، مادته الفعالة ايتوبرايد نفس الاسم ايتوبرايد، منظم لحركة الجهاز الهضمي زي ما مكتوب كده عليه، وبيستخدم في حالات ارتجاع المريء. ايتوبرايد والجرعة بتاعته قرص 3 مرات يوميا قبل الاكل. وفي زيه بالظبط ايتوماش، ايتوماش زيه بالظبط نفس المادة الفعالة، ايتوبرايد 50 ملي ايتوماش، والجرعة بتاعته برضو قرص 3 مرات يوميا قبل الاكل بنص ساعة. في اتراكون، اتراكون كبسولات، اتراكون كبسولات المادة الفعالة اتراكونازول، ده مضاد للفطريات، بيستخدم لعلاج جميع انواع الفطريات الموجودة في الجسم، سواء الفطريات الجلدية او الفطريات المهبلية بالنسبة للسيدات. والجرعة بتاعته بتبقى بيحددها الطبيب، ولكن غالبا بتبقى كبسولتين كل 12 ساعة، كبسولتين كل 12 ساعة. وفي زيه بالظبط اترابيكس، في اترابيكس كبسولات زيه بالظبط، اترابيكس نفس المادة الفعالة ونفس التركيز اترابيكس. طيب في اخر دواء معانا في الفيديو ده، ويبقى فيه جزء تاني ان شاء الله نكمل فيه الباقي، ايتاترون قطع، ايتاترون قطع، ايتاترون ده مكمل غذائي مدعم به الحديد، بيستخدم للحوامل. ايتاترون ده الاسم بالعربي، ايتاترون. في بعض الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية المهمة جدا للحوامل، والجرعة بتاعته تبقى قطعة مرة واحدة يوميا. ايتاترون السعر زي ما مكتوب على العلبة 67.5 جمهور للعلبة كاملة، وسعر شريط 22.5. ده كان اخر فيديو معانا، اخر دواء معانا في الفيديو ده، لسه في جزء تاني في حرف الاي. اتمنى تشيروا الفيديو على اوسع نطاق، ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم، الى ان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.